يصنعه هذه الأيام نجوم منتخب الجزائر لكرة القدم، المنتخب الذي أجرى اليوم حصة تدريبية أولى بمدينة بانغيلا مباشرة بعد وصوله تحضيرا لمباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا هذا الخميس. وكما نشاهد على الصور يتواجد حارس مرمى المنتخب الوطني فوزي شاوشي ولاعب وسط الميدان كريم زياني في حالة جيدة والحمد لله. إذن صور جميلة، لماذا؟ لأن الصحة والحمد لله جيدة للاعبينا لنجومنا بقيادة شيخ المدربين رابح سعدان. عن آخر أخبار منتخبنا الوطني يلتحق بنا على المباشر من لواندا وعبر الساتل الزميل كريم أيت عثمان. كريم، الأجواء ممتازة، حدثنا ربما عن معطيات جديدة تخص إصابات اللاعبين. شاهدنا فوزي شاوشي والحمد لله، كريم زياني، كيف هو الاستعداد النفسي لمباراة مصر؟ بالنسبة للإصابات كريم، أعتقد بأن الأمور مطمئنة بنسبة كبيرة جدا بالنسبة لكل عناصر. كريم زياني التقيناه وتحدثنا معه رفقة الحارس فوزي الشوشي، سيشارك في المباراة القادمة أمام المنتخب المصري لأن الآلام أصبحت خفيفة والطاقم الطبي يقوم بعمل مكثف جدا. الأكثر من ذلك رفيق صيفي سنسترجعه إن شاء الله وسيكون على كرسي الاحتياط بعد أن تمثل لشفاء وبإمكان المدرب الوطني الاعتماد عليه. بالنسبة للتحضير النفسي، العناصر الوطنية كريم لا تحتاج لأي تحضير نفسي لأنها محضرة مسبقا وتريد تتويج بكأس أمم إفريقيا، هذا هو الطموح الذي أصبح يسود العناصر الوطنية، لديها رغبة كبيرة وكبيرة جدا من أجل إسعاد الشعب الجزائري، خاصة وأن كل ما يحدث في الشارع الجزائري يصل عبر التلفزيون الجزائري وعبر الجرائد أيضا والإنترنت، لذلك الكل يريد أن تبقى الفرحة متواصلة لأيام وأشهر وأسابيع. إذن وأنت في بانغيلا بلغ اللاعبين حب الشعب الجزائري لهم ودعم الشعب الجزائري وقيادته لهذا المنتخب الكبير والفوز لنا بحول الله. شكرا جزيلا لك كريم أيت عثمان من بانغيلا. هذا كان المنتخب الوطني، قد حل اليوم بمدينة بانغيلا الأنغولية حيث سيواجه بعد غد على الساعة 8:30 المنتخب المصري في نصف نهائي الكان. وبمطار بانغيلا أدلى المدرب الوطني القدير رابح سعدان وبعض اللاعبين بهذه التصريحات لبعثة التلفزيون إلى أنغولا. لما تزيد تغير تزيد تتعب، يعني احنا مرة ثالثة نغيروا يعني طبعا، ولكن إن شاء الله من الغدوة إن شاء الله نكونوا ملاح، يعني نديروا تدريب وتدريبين، نديروا أكثر استرجاع الراحة إن شاء الله، من بعد يومين نكونوا ملاح. كما يقول لك بعد يبدأ يحضر بيانكم في الماتش هذا، ان شاء الله نكونوا مركزين بينكم يلفوا ونكونوا حاضرين اليوم 28 باذن الله. الحمد لله وصلنا مليح، سافرنا مليح، درك نتمناو نديروا مباراه مليحه ان شاء الله نهار الخميس ونروحوا للنهائي ان شاء الله ونجيبوا الكاس هذا للشعب الجزائري ان شاء الله. حتكون مباراه صعبه، مباراه عاديه كما قال المقابلات، ان شاء الله ان شاء الله يكون ماتش شباب بلاند كما يقول لك معمر بالروح الرياضيه والاداء الجميل، وان شاء الله ان شاء الله الميور يعني ان شاء الله نجوز للنهائي ان شاء الله نكون واجب من ماتش مع صنشا.
On s'en doutait un peu qu'on allait les rencontrer parce que c'est un peu, on va dire, il y a un peu, on va dire, une petite histoire derrière entre l'Algérie et l'Égypte. Après, après, ça ne nous dérange pas, au contraire, ça va donner un petit truc en plus. Je pense que sans plus, ça va être une demi-finale assez bien regardée, sachant ce qu'il y a derrière. Et l'important, c'est de bien récupérer, bien se reposer et oublier ce qu'on a fait avant et se reconcentrer. Ouais, ça va, mais là, on a bien voyagé. Bah, on verra avec le docteur, là pour l'instant, on est en train de soigner, donc on verra, Inch'Allah. وكان لاعبو المنتخب الوطني قد صنعوا أجواء مميزة فور نهاية المقابلة التي جمعت